كميه حق معرض الكتاب في الشارجه. فعيسى قال لي يعني محمد صقر يقول لك اذا انت بتروح الامارات في واحد يعطيك له فلوس يبله. فقال لي بس قول لي وين بتسكن؟ فانا قلت له انا بسكن في يعني عقب ما حجزت سكن في اللي هو فندق الريان في الشارجه. بعد صلاه الجمعه قال لي انتظر في اللوبي هو بيجيك. ف يعني الفندق صغير اصلا، فانا جالس في اللوبي. اي شخص يكلم الريسبشن، بعدين التفت علي شافني ياني، فقال لي انت عبد الرحمن؟ قلت له نعم. قال لي انت من وين جاي؟ من طرف من؟ قلت له من طرف محمد صقر. فقال لي زين انا عندي غرض ابي اعطيك اياه تودي له. فاعطاني ظرف.